طيب هذا يروح الامام يمسك الاداره يقسمها بقى فلان يدخل. طيب اقول لك الجماعه اياهم يقولوا الله كنا عاوزين نشوف الوليد وهم بتعذبوا وابو جهل. يقول الله طب وين المشكلة؟ ما الروح ما هو اللي ماسك اللي بينظم جهنم وبقسمها صاحبنا، الروح نستأذنه. اقول لك يروح فالبواب يطلع معه يقول خذوني معاكم، يروحوا الثلاثة على الامام عن اذنك ادينا كرتي بس ندخل نشوف الجماعة بتعذبوا ازاي يا ابو جهل. يقول لهم حاضر، يروح ختم لهم الاكل شيء، ما هو المدير العام بقى هنا وهنا بس. المهم يمضي لهم يدخل، فيدخل شوفوهم هم بتعذبوا، طيب الحمد لله. ويجوا يطلعوا بقى، فيجوا يطلعوا من باب الدخول، الملائكة تقول لهم لا ده الباب ده للدخول بس، اطلعوا من هنا. فيجوا يطلعوا من باب الخروج، الملائكة اللي على الباب يقولوا لا ممنوع. هنالك سؤال من الأخ خالد يقول فيه شيخنا العزيز أن هناك بعض الروايات تقول أن موت الرسول مشكوك به، أقصد أنه هناك من له دور في ذلك. كما معروف، معروف أن النبي لقي ربه شهيدا، معروف. أنا مش لسه قايل لك في سور القرآن في التحريم فضح الله الخائنات بنت الخبيث وبنت الزنديق المتزندق. من قايل لك من كم ليلة في سور القرآن؟ معروف أنهم عملوا لتا ملتوت أشياء كانت تعمل أيام، ودسوا فيه السم وعطوه لحضرة النبي، معروف هذا. نعم الأمير عبد الله وأنا عنده في القصر قال لي ما تستنى معانا هنا، قلت له لا أنا مش ممكن أسيب مصر وأجي. قال لي طب تيجي تزورنا كل قد إيه؟ تيجي كل شهر؟ قلت له لا طبعا، إزاي كل شهر أبقى رايح جاي إزاي ده؟ أمال قد إيه؟ قلت له كل سنة ممكن. قال طيب نبعث لك دعوة على نفقة الحرس الوطني في الحج، كل سنة تيجي تحج معانا. طيب لو يبعثوا لي الدعوة والدساكر وأروح كل سنة أحج معاهم. المواقع اللي حصلت بقى في منى، كان يجي عبد الله الأمير عبد الله ده كان يجي يقعد في منى ويطلبني أقعد معاه، فإحنا قاعدين فواحد من صوراتي جه زعلان وعمال يبكي، فقلت اسأله الأخ ده بيبكي ليه؟ قال الشيخ عثميين، ما هناك صالح العثمانيين ولا العثميين مانيش عارف، مشهور يعني كان ورا ابن باز على طول. قال خد مني الكاميرا وقال لي التصوير حرام. قلت هاتوه، فين الشيخ العثمانيين هاتوه؟ فإجا قال ايوه التصوير حرام، الرسول قال هلك المصورون. شوف قلت له ياس الشيخ اتق الله، بس قلت له التصوير المجسم الأصنام هي اللي حرام، لكن التصوير الفوتوغرافي ده خيال بيعكس على الورق، لو كان هذا التصوير حراما لكان النظر في المرآة حراما. قال لي صح. قلت له طيب تجيب لي الرجل كاميرا بدل اللي انت كسرتها منه، فتعهد ان يجيب له كاميرا. ده طبعا بعد اعلان الولاية، انا نايم قدام بيت سيدنا النبي بيت الزهراء في المدينة الشريفة، فلقيت مولانا امير المؤمنين واقف، مولانا الامام واقف، بس في صورة غير اللي انا اعرفها وبشوفه عليه. تعرفين الرجل العملاق ضخم الجسد العالي، امام واقف في الصورة دي، واقف قدام البيت النبوي حراسة على البيت النبوي عشان ما فيش اي شائبة تدخل هنا. امام وانا عمال اتفرج، قال له الامام عالي وطويل، ايه ده عامل كده ليه؟ وعمال في الرؤية انا قدام الامام، انا قدام الامام ولا الضفدع بالنسبة للهيبة وال، فسمعت واحد بينادي من ورا بيقول ابو هريرة التفت، ابو لقيت ابو هريرة زي الجنفد، رحت كابس فوق واضرب فيه
هو يروح قلبني على الأرض وأنا أرجع أقلبه. أبو هريرة مسحت بك، يشوف مرمطه في الأرض. وبعدين أثناء المشادة دي إذ بأمير المؤمنين بينادي علي قال يا ولد. نعم كفت، راح بيده الشريفة وراح زاجل علي حلة فيها محش كرم. شوف الحلة وهي نازلة من على النار مولعة محش كرم. تعرفين محش كرم؟ ورق الكرم بنحاشي رز وبنطبخ، مش عارفينه؟ ها؟ طيب الإمام زجل علي الحلة فيها المحش دي مولعة نار، أنا تلقيتها. الإمام حدفها كده وأنا تلقيتها وفي وجه أبو هريرة، رحت ملابس كده. دي مسألة بمناسبة ذكرى أبو هريرة بس. طيب 114 سورة على عدد ما في المصحف، لكن أنا نبهتكم أن سورة الضحى والشرح واحدة، سورة الفيل وقريش واحدة، يبقى المفروض على هذا العدد عندنا أنه 112 سورة. النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابه. قالوا خلاص يا أبو هريرة غربت. قال لا، طولوا بالك. أيوة النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابه وأبو بكر سقفها وعمر جدرانها وعثمان. قالوا الله ازاي مدينة مسقوفة؟ طب وفين النبي لما دي السقف وده الجدران وده الأعتاب؟ فين النبي؟ خدوا بالكم. أقول لك واحد جه يسألني في الدرس وقال لي أنا يا مولانا أنا تهت مش عارف أعمل إيدي كده في الصلاة ولا كده ولا أسيبهم في جنبي. قلت له أعملهم كده، والله قلت له أعملهم كده. سين واحد، هل ثبت عندكم كسر بالدليل كسر ضلع السيدة الزهراء وسقط حملها بسبب هجمة الخليفة الثاني على الباب؟ نعم كسر ضلعها ثابت وإسقاط جنينها ثابت. المختلف فيه حرق البيت، أهم أوقدوا النار في البيت أم هددوا بالحرق؟ هو ده اللي فيه توقف، أهم فعلا أوقدوا النار في البيت ولا هددوا بالحرق فقط؟ كل ذلك ثابت بالدليل. نعم البلد كانوا هم العيلة دي الوحيدة، العيلة الوهابية في البلد، فكنا نتناقش. فقلت له يا حبيبي أنا مش عاوزك تتكلم برأيك، والمناقشة كلها كانت حول حياة النبي بعد الموت، هل يسمع الأذان؟ هل يسمع الصلاة عليه؟ هل يسمع السلام عليه؟ أنا أقول نعم يسمع، وهو يقول لا مات وانتهى. طب كان من ضمن كلامه يقول ألا طب وقعد تحت الأرض ليه؟ ما يطلع يقعد معانا، خد بالك. طيب فقلت له طيب أنا مش عاوزك تتكلم برأيك، أنا يا حبيبي كل قضية حناقشها حجبها لك من 4 كتب، وانت أي كلام تقوله مش عاوزه من كتاب، عاوزه من مجلة، يكون حد زيك قاله بس، من أي مجلة أي جريدة تجيبه. فأبى، وجيت أجيب له القضايا وأشرح له أنا كله عاوز يهتدي، لأنه كان العيلة دي وهابية وكان لهم جامع وطول الليل والنهار اللي بزوروا الحسين والمشركين. هو أكبر مني سنا حاجة بسيطة، وهو كان على درجة من الذكاء، كان يحفظ القرآن وكان يدرس في الأزهر وفي المدارس العامة، يعني كان بياخد شهادتين كل سنة، يعني ذكي ذكاء. فلما وصلت معه إلى درجة خلاص ما قلت له طب بسأل أمك شوف أنت ابن مين، ما خلاص بقى ما أصلنا بقى. شوف سنوات وسنوات واجيب له أساتذة واجيب له وكتب طول النهار، بقيت سهران أعلم على دي وأحط